السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. دكاترة سنة ستة ابتدائي، النهاردة بإذن الله هنراجع على قدر الإمكان ممكن الكونسبت الأولاني والتاني، حسب كده نشوف هنقدر لحد ايه، بس هنراجع عن طريق الأسئلة مش عن طريق بقى ان احنا ايه نقعد نشرح كتير، بس هنعرف شرح الحاجات عن طريق الأسئلة بحيث ان احنا ننجز وقت أكتر. تمام؟ فهنفتح كتاب المعاصر، كتاب الامتحانات، بيج 5، تمام، اللي هو الكتاب التاني صغير، مش الصغنن خالص، لا الرفيع، كتاب الاسسمنت بوك. تمام، يلا بينا توكلنا على الله، اللي هيحل الطلبة وانا هشرح اللي هما بيحلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا ايتن امام، أيوة يلا يا ايتن نمبر 1. حاضر. animal cell different from plant cell in shape and structure. برافو، معنى ايه السؤال؟ يعني ال animal cell ال النبات، لا الحيوان الخلية بتاعته؟ لا ها؟ الحيوان الخلية بتاعته بتختلف عن النبات بإيه؟ تمام، بالشكل تختلف في ايه؟ والنشر. برافو، الانيمال سيل كانت بتختلف عن بلانت سيل، الخلية الانيمال كانت بتختلف عن خلية النبات في الشكل وفي التركيب، شكلها مختلف وكمان جواها حاجات، في حاجات من دي مختلفة عن دي شوية. تمام، طيب برافو عليك، ماشي يا ايتم نمبر 2، ملك سعد. Which of the following cell length is greater than 0.1 millimeter؟ آه هتبقى طب نراجع الحتة دي قبل ما تقولي، تمام تعالي نراجع عليه، كانت في الدرس الأولاني وقلنا إن أنا عندي، وحضرتك تفتحي ثواني ثواني محدش يفتح مايكات خالص عشان احنا بنعمل ريكورد، تمام، كنا بليز، ارجع قلنا ميز بسرعة. ثواني، أنا يعني ده الكتاب التاني، تمام. طيب في الكتاب الأساسي قلنا ايه؟ قلنا والله انا عندي السيل صغنونه قوي، ار يعني فيري تايني، صغنطوطه قوي، واللينس بتاع الانيمال سيل والبلانت سيل رينجز بتوين، يعني الانيمال سيل والبلانت سيل لما جينا قسناهم لقينا ان السيل بتتراوح من 0.1 مليمتر لينس ل 0.005 مليمتر، تمام، دي الانيمال والبلانت سيل، اصغر من كده بتبقى بكتيريا، اصغر من 0.005 بتكون بكتيريا، واكبر من كده حاجة تانية بقى بنشوف، تعالى بقى ايه هي بقى نشوف هتحل ايه، يلا ميزة هي الحصة دي تبقى حل ولا شرح؟ حل لشرح وحل الاتنين، يلا أنا آسف، أنا ميس أنا يلا. آسف، أنا هطلع من الحصة. طب اوكي ميس أنا مش هحضر الحصة. خلاص يا تمام؟ مهدي اطلع، ماشي يلا، هتبقى بي؟ تبقى بي، برافو اكسلنت، يبقى which of the following cells، انهي من السيلز اللينس بتاعه اكتر من 0.01 البيردز ايج، يبقى تاني يا شباب، يبقى انا عندي عشان ما يلخبطنيش في الحتة دي، انا عندي السيل اصغر حاجة فيها من الانيمال سيل، انا بتكلم على بلانت سيل وانيمال سيل، سواء كان إنسان حيوان نبات، السيل بتاعته من 0.005 صغنطوطة ل 0.1 مليمتر مليمتر، ده اللينس بتاعه، طيب أصغر من 0.05 يبقى معايا بكتيريا، أصغر من 0.1 بيرد إيج، أو سوري أكبر من 0.1 بيرد إيج، طبعا الإيج قدامي كبيرة أهي، أوكي؟ طيب برافو عليكي يا ملك. طيب صفية موجودة؟ أيوة يا ميس، موجودة. يلا يا صفية نمبر 3. The new cells نيو which سيل. are new cell which are found in your skin Formed in come your skin. ها from other cell. هو اللي بعديها
تتنطق ازاي ومعناها ايه؟ existed in، موجودة في. ماشي، existed in ها your body. ماشي، ايوه كده حلو. صفحة 5 يا مريم في الكتاب بتاع الامتحانات بيقول لي الـ new cells، السيلز الجديدة which are formed in your skin، اللي اتكونت على جلدك، come from other cells، جات من سيلز موجودة فين؟ هتيجي من الجيران يعني؟ يعني اتعورت، السيلز بتاعتي هتيجي من الجيران وهتيجي من جسمي؟ هتيجي from your body، الجسم بتاعك. برافو عليك، برافو يا صفية. ماشي، نمبر بي، give reasons من صفحة ليه كام يا أشرب. ماشي؟ صفحة 5 في الكتاب الامتحانات. يلا. انت ها؟ خديت بالصف اشرب؟ أيوه يلا يا سيد. ها؟ give reason for the following. we need to use microscope to see the body of bacteria. هقوله because bacteria is less than 0.005 مليمتر. ماشي حلو الإجابة. مليمتر. إيه؟ تاني سمعتش. هقول because bacteria is less than 0.0 millimeter and can see it under microscope. تمام، ممكن and لا ما اقولش can't be seen بقى، and can be seen. يبقى قول لي معنى السؤال، give reason، معنى give reason ايه؟ قولي ليه؟ قول لي ليه ايه بقى؟ يقول لي نحن نحتاج الميكروسكوب عشان نشوف البكتيريا. تمام، ليه؟ عشان اللينس بتاعها is is less less. less than ايوه 0.0005 ها، مليمتر. مليمتر. جدع 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 جدع، برافو عليك، بسم الله عليك، برافو برافو. طيب حلو قوي، يلا يا بيسان. بيسان موجودة؟ ها طيب. عمرو محمد بيسان موجودة؟ يلا يا بيسان. ها All cells have a cell wall in their structure. All cells. ها، مش سامعة الإجابة ايه؟ False. فولس. ماشي، بيقول لي كل السيلز عندها سيل وول في الاستراكشر بتاعها. لا نفتكر بقى، نفتكر مع بعض، اجيبها لكم الدرس ولا اقولها لكم انا؟ اقولها لكم انا. بصوا يا شباب، انا عندي، ركزوا معايا عشان ما ننساش، عندي بلانت، صغر الخط ده عشان ما نقعدش يزولنا، عندي بلانت وعندي انيمال. تمام، ده بلانت سيل وانيمال سيل. حلو كده، ركز معايا، ركز معايا. البلانت سيل والانيمال سيل، اي سيل، اي سيل فيها سيل ميمبرين، فيها سيل ميمبرين، اي سيل فيها سيل ميمبرين. سيل ميمبرين، حد فاكر؟ بدل ما كنت بقول سيل ميمبرين كنت اقدر ليه اسم تاني، اسمه ايه؟ يفتح المايك ويقول لي. ها، بلازما بلازما ميمبرين. ميمبرين. بلازما ميمبرين. بلازما ميمبرين، يبقى انا الاسم التاني ليها بلازما ميمبرين، بلازما ميمبرين. جميل، طيب حلو قوي، يبقى دي هي دي. اي سيل فيها سيل ميمبرين، اي سيل فيها سيل ميمبرين. لا يا نورهان مش شرط، مش كله. تمام، طيب هلاقي في البلانت سيل، يبقى البلانت عامل زي الخشب شوية صح؟ مش فيه خشب كده موجود؟ طيب البلانت سيل عندها حاجة معينة مش عند أي سيل غير البلانت، اسمها ايه؟ يلا قولولي اسمها ايه اللي حوالين السيل ميمبرين؟ سيل وول. ايوه كده، اسمها السيل وول، اللي حوالين السيل ميمبرين، السيل وول. تمام، هل الانيمال سيل عنده سيل وول؟ عندنا حيطة في جسمنا، ايه رأيكم؟ عندنا حيطة؟ لا 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 لا. حلوة قوي، جميل. طيب ماشي، في حاجة في البلانت سيل اسمها ايه؟ ها، كيس كده، كان كيس بيبقى مليان ووتر وحاجات كده،
ووتر وويست وكده. حد فاكر اسمه ايه؟ فاكيول. 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 طب فاكيول، برافو عليكو. كان البلانت سيل عندها ساب فاكيول. طب احنا ما عندناش اكياس ولا ايه يا دكتور؟ احنا الا ولا ايه؟ ايه يا دكتور ده يا دكتور؟ لا والله عندنا، بس عندنا سمول فاكيول، انما هو عنده ساب فاكيول. اوكي طيب، حلو قوي. طب في حاجه كانت بتدي الفوتوسينثس بروسس كان اسمها ايه؟ ها قولولي. ميتوكوندريا. لا فوق نفسكم عشان انتوا ماشيين ورا بعض، ركز كده في اللي انا بقوله عشان ما نكدش عليك. ركز معايا، مين اللي كانت بتعمل الفوتوسينثس بروسس اللي كانت بتدي اللون الاخضر؟ كلوروبلاست. صباح الخير بالليل. كلورو ايه؟ بلاست، اللي هي اللي كانت جواها الكلوروفيل. تمام، كلورو بلاست. حلو، التلاتة دول الساب فاكيول والسيل وول والكلوروبلاست موجودين في البلانت بس. تمام، لكن اي حاجة تانية بقى، ميتوكوندريا، اندوبلازميك ريتيكولم، نيوكلياس، كل الحاجات دي موجودة فين؟ في الاتنين. يبقى بيقول لي كل السيلز عندها سيل وول؟ لا. طيب نمبر 2، ايه عمرو محمد فوزي موجود؟ يلا يا عم. Not of animal cell have a nucleus without تمام، غلط. huh? لا اقول لك بقى، اقول لك تعالى معايا، روح لي للدرس. في حاجات ما فيهاش نيوكليوس عادي. تمام، اوريك. عندي ماشي ماشي ثواني يا فاقول سيف، لك ثواني يا سيف. يا ميس، الانيمال سيلز، تمام، ايه بيقول لي نات all cells، وبيقول لي not all animals ماشي، cells هو have الغلط nucleus. كله مش كله. لا بصوا، هفهمكم حاجة، هفهمكم حاجة واحدة واحدة بس، واحدة واحدة، الله يستر. ماشي، واحدة واحدة. دلوقتي هو قال غلط، تمام، هو الإجابة دي، الإجابة دي not all animal cells have nucleus. أيوة، مش كله عنده nucleus. مش أنت جاوبت قلت غلط يا عم؟ لا، الإجابة تبقى صح مش غلط. ليه؟ هقول له دلوقتي، انا السيلز في جسمي كلها، في جسمي انا اهو، تعال نرجع للدرس. في جسمي انا عندي سيلز جواها نيوكلياس عادي، والانيمال سيلز برضو عندها دي، مثلا الريد بلاد سيلز، خلايا الدم الحمراء. تمام، استنوا هقفل الريكورد اقول لكم حاجه كنت بقولها لسنه خمسه امبارح، ثانيه واحده. خلاص يا شباب، يبقى الانيمال سيلز اهي عامله زي الطبق كده، في اللي هي زي خلايا الدم الحمراء اللي هي الريد بلاد سيلز، مش هيجيبها لكم يعني بس ده شكلها يعني. اوكي، احنا عندنا ما فيهاش نيوكليس عادي، سيلز ما فيهاش نيوكليس عادي جدا. تمام، طيب حلو قوي، نرجع لموضوعنا تاني. يبقى يا عمرو الاجابه تبقى ايه؟ ها صح، صح، ايوه كده. لا لسه صح، برضه صح. مش كل الانيمال سيلز عندها نيوكليوس، ما ينفعش. تمام، زي يبقى ايه يا صح. مي؟ ايه؟ زي ايه؟ زي ايه؟ انا الحيوانات ما عندهاش كل، لا احنا عندنا، احنا بالنسبه للعلم انيمالز ماشي عادي، انيمال سيلز برضه. تمام، فاحنا ما عندناش نيوكليوس برضه، نفس الكلام. هتلاقي يعني مثلا عندك البقر والجمال والحاجات دي ما عندهاش برضو ايه؟ نيوكلياس جوه. اوكي تمام، طيب مش الجبال اللي مش non living things. الجمال، جمال سفينة الصحراء، جمال، فكرتها جبال، سوري. جمال تمام. ماشي، بيعمل ايه اكتر من نوع عمال يجري لك يا عم؟ ماشي اوكي. طيب نمبر 3 يا عم. طيب نمبر 3 يا ياسين عبد الحميد،
ياسين، يلا The ياسين. film brain allows water to enter and exit from the cell. True. وكمان مش water. أي حاجة تانية، مش شرط water جدع بس. جدع جدع، السيل ميمبرين، الميمبرين بتتحكم في الميه، الميمبرين allows water to enter and exit from the cell. السيل ميمبرين دي واقفه لك كده زي الجارد، زي الحارس، ها داخل ليه، اي ها ايوه، خارج ليه. زي ما خدنا بريزون فاير، جدع واقفه زي الجر. جدع، برافو. يبقى ها خارج ليه، ها داخل ليه. لا السيلز مش عايزه النهارده، لا احنا قافلين النهارده. يبقى مين اللي بيتحكم في الدخول والخروج؟ السيل ميمبرين. الانتر والاكزيت فروم ذا سيل، اول ما الاقيهم افتكر على طول اي حاجه هيتحكم فيها في الدخول والخروج هو الميمبرين. افتكرها ماما، ماما تقول اه ده يخش اه ده يطلع. طيب نمبر 5 اللي هي سوري بي، وات هابن؟ اياد محمد علي موجود؟ Times يلا يا اياد. is not food, oxygen and water found in the cell. اه ايه معنى السؤال؟ هتموت. يعني ايه what happens if؟ ماذا يحدث لو ماشي، ايه اللي يحصل لو ايه؟ ما فيش طعام في قلب السل؟ تمام، هتموت. قول بقى يعني ايه هتموت؟ ايه يعني ايه هتموت؟ will die. The cell will die. ايوه كده اختصارا على طول، The cell will die. ايه ده يا شباب، هي السيل بتاكل وتشرب زينا؟ اه، وبتعمل حمام كمان وبتتنفس كمان، لان انت عبارة عن سيلز كتير، فاللي انت اصلا بتعمله ده لازم السيلز الصغنونة تعمله. تمام، يبقى عادي السيل بتاخد فود وبتاخد اكسجين وبتاخد ووتر. طب لو ما خدتهمش هتموت. طيب انت هتموت، واي واي هتموت، بس كده تمام. طيب بليز، نمبر، وانا نعم عادي لو قلت سيل كانت جيت انرجي اند ويل داي. اه the cell can't ميس get energy and will die. ميس الاثنين صح، اختصرت وقلت ميس the cell. ميس نعم don't get ready of ميس. waste material. انا عادي لو كنت سيل ويلس ويل اند براست. لا انت ايه علاقة السويل وبراست؟ سويل وبراست يبقى معناها ان هي داخل فيها ميه. انا بقول لك مش لاقيه ميه ولا اكسجين، تقول لي اتنفخت؟ لا طبعا. تمام، طيب نمبر 1 يا شباب، خلاص بقى. نعم أو ممكن في جيف ريزن اللي فوق، ها ممكن ايه، أكتبها because bacteria have tiny practice. تايني ايه؟ لا لا، هي كده انت المفروض تقولي على اللينس بتاعها صغير قوي عشان كده ما تقدرش فيها بالميكروسكوب. تمام، طيب آه، لوجي احمد. ها لوجي احمد، اي ميس موجود. يلا يا لوجي انا عايزه اقعد. يلا بينا. ها structure is found in planet cell only. اه، مين اللي في البلانت بس؟ cell wall. ايوه، اللي هو انهي واحد، ايه ولا بي ولا سي؟ ايه ايه، جدع جدع. structure A is found in plant cell only. برافو. طب 2 يا عمر محي موجود؟ ها عمر محي خرج. ماشي، مايا تامر. مايا تامر، مريم، يال. استراكت، Structure B ها allows water to go inside and outside the animal ايوه، انت cell. قلت انهي ستراكشر هكون بقى تاني؟ Structure B. بي، B برافو. بي هو بي ده مين؟ cell membrane. سيل ميمبرين، جدعة. سيل ميمبرين، برافو يا مويا. يبقى البي ده بيتحكم ان المية تخرج وتدخل من الخلية، برافو. طيب يلا يا مريم مصطفى. ها تمام يا مس. يلا، سامعني. بيقول structure A is found in the most of animal cell and it's not found in some of them. C هو السي ده ايه؟ هي النيوكليوس. مالها بقى؟
يوكليس. مالها بقى بيقولك ان نيوكليس؟ هي not found in most animals، يعني مش بتكون موجودة في معظم الحيوانات، عند معظم الحيوانات. تمام، حلو، جميل، برافو. ماشي، طب لكن بتكون موجودة عند الحيوانات. ماشي، موجودة في المعظم، وممكن ما تبقاش موجودة في ايه، في اجزاء معينة. برافو في عليك. المعظم. يلا بينا بقى على شكرا. الاسسمنت التاني. نمبر 1، ياه، دارين موجودة؟ دارين. طيب هنا، هاني، يلا يا هنا. هنا هاني خرجت ولا ايه؟ طب ياسمين، محمد طارق، طب محمد، لا محمد مهدي، او ما سوري، محمد مهدي، محمد موجود، مهدي. طب كريم احمد، طب نورهان وائل، ها، أيوة كل يا مس، يلا بينا. نمبر 1، تمام. The device which Robert Hooke used to observe the cells of the plant parts هتبقى الميكروسكوب. برافو. في عالم عندنا اسمه روبرت هوك، هو اللي اكتشف استخدم، ال هو برافو، استخدم الميكروسكوب بتاعه علشان عشان يحلل ال plant cell، وهو اللي اخترع الاسم بتاع سيل. برافو جدع. اخر سؤال ليك، وكانت الـ year كان 1665. برافو جدع جدع، اسم الله عليك. يبقى احنا عندنا، كان عندنا في lesson 2 فين، كان عندنا راجل اسمه روبرت هوك، راح هو اللي استخدم الميكروسكوب، يوز ذا مايكروسكوب عشان يشوف السيلز بتاعت البلانت، وهو اللي اداها اسم السيل، وعرف ان السيل دي هي البيلدينج يونت اللي مكونه ايه، جسمنا. تمام، طيب حلو قوي. وايه، واحنا عرفنا الايه، استراكشر بتاع الميكروسكوب. يلا نحل اسئله كمان، يلا. ماشي، نمبر نمبر 2، ريهام موجودة؟ ريهام أيوة محمد، مش موجود. يلا يا ريهام. A cell of a bird which we can use see by our naked eye هتبقى bird egg. برافو. مين السيل بتاعت البيرد اللي هنشوفها بعينينا؟ البيردز ايج، البيضة بتاعته. كل دي سلاية؟ اه سلاية. طيب نمبر 3، ياه، أسماء محمد كمال، أسماء موجودة؟ ها، أسماء لا خرجت. طيب يلا، ياه، نعم، يلا ينفعنا ايه، ينفعنا جواب. ثواني، لا حدش يتكلم، انا كله بالدور. طيب عبد الرحمن سعيد موجود، او جوسيان، ايه عدد دول موجودين؟ طيب اياد علاء، ايه يا مسهل، أيوة مس، يلا يا اياد. ماشي مس، يلا نمبر 3، ماشي. يلا. The part of the cell that controls the controls entrance entrance in and exit of water of the cell. مين، معناه السؤال؟ هو بيقول لي السيل بتتحكم في المية، ميتوكوندريا صح؟ السيل تتحكم في المية، الميتوكوندريا. طب كنت فين وانا كنت بشرح من شوية؟ ما مية ودخول المية وخروج، يبقى مين؟ ال هي كان لسه قايلنا والله يا مس. ايوه، ايه هي بقى؟ يا ما كانت حاجة زي كانت في الثانية، مش ثانية، مش ببص عليها.
ها اللي بره اسمه ايه؟ يا اياد. ايه يا مس؟ ها مش سيل مايك ايه؟ سلم برين. ايوه كده، اياد والشباب. انتوا بتتلخبطوا في اتفه الحاجات في الاخر. ما دام بالظبط بشرح ركز في الشرح وراجعوا. ماشي، انا هي ماشي، خدمتها في ولا مش يهم. كده انا باكل. لا طب ما انت بتاكل ده وقته. طيب حتى لو بتاكل ركز. طيب ماشي، ركز بقى. مش عايزه اجاوب. مش نمبر، محدش يفتح المايكات. بي جيف الناس ريزن. اللي أفهمي أفضل. ماشي، عشان قاعده في اوضه مش سامعه. خلاص نسكت دقيقه واحده لحد ما الاذان ياذن. خلاص ثواني هقفل الريكورد. يلا بينا. نمبر بي في الجيف ريزون. يلا يا عمرو احمد عشري، ايوه ماشي. يلا يا عمرو. ها The body of living organism grow ليه؟ because it contains food, water and oxygen. بس طب قول لي معنى The السؤال. plants give reason يعني ايه؟ give reason يبنتون. انا اعطيني السؤال، يعني ايه give reason؟ ايه؟ أعطني السبب. لا انا بقولش اعطيني السبب دي، ما بقولش كده، بقول ايه؟ ها بقول ايه؟ بقول ايه يا شباب؟ ايه رأيكم؟ قولي ليه، قولي ليه، قولي ليه. قولي ليه، قولي ليه. ماشي، بقول قولي ليه، تمام؟ عشان تجاوبوا صح، الله يكرمك. قولي ليه، ارفع ايدك يا عمرو. قولي ليه ال body of living organisms grow؟ هو ليه الجسم يكبر اصلا؟ يعني كبر ازاي بعيدا عن الفود وعن الاكسجين؟ ازاي السيلز يعني كبرت الجسم؟ التكاثر، بس انا ما اعرفش اقولها ازاي. علي صوتك بس الاول وفهمني انت هتقول ايه. ها التكاثر ما بين بعضهم. يا تكاثروا السيل تتكاثر، ايوه تمام، حلو قوي. يعني بتزيد في السايز ولا في النمبر؟ النمبر. نمبر، ايوه كده. يبقى جسمنا بيكبر ليه؟ يعني وانا صغننه مثلا كان بيبقى عندي 2 مليون سيل مثلا، طب لما بكبر هل نفس ال 2 مليون ولا بيكتروا؟ بيكتروا و20 وكده، تمام. يبقى يا شباب ليه جسمي بيكبر؟ بسبب increasing number of cells. يبقى لما ازود عدد السيلز في جسمك، جسمك هيكبر، صح كده؟ هيا يا عمرو، ايه رأيك؟ ايوه، النمبر اللي بيزيد مش السايز. برافو، ايوه كده. يبقى خلي بالكم، بصوا عمرو اكد علينا ازاي النمبر اللي بيزيد مش السايز، يعني مش يبقى عندنا مثلا 2 مليون ويكبروا في الحجم ده، انا كده تبقى سيل هولاكو. حتى والله كنت بعمل لكم الشيت، كنت بقول لكم دي هتبقى خلية هولاكو لو كبرت، يعني ازاي يعني؟ صح؟ يبقى نخلي بالنا يا شباب. اوكي، بس للاسف والله ما عندي وقت خالص اكمل بملزمه، يعني ان شاء الله خير. طيب ماشي، نمبر 1 جدع يا عمر. ماشي نمبر 1 يا مالك اخو مازن. ها يلا. The body of living organism that contain complex system consist of many cells. تمام ماشي، يبقى بس نعم. مش في الجريزون. لو مش في الجريزون، ان النيوكليس هي السبب. المفروض النيوكليس هي السبب لا اللي هي طبعا، لا انا ممكن سيل، ما انا في سيلز ما فيهاش نيوكليوس. هنتكلم على عدد السيلز، تمام. ويا شباب استاذنكم من عندي سؤال لو سمحت، خليه في الاخر، تمام.
طيب يبقى البادي اوف ليفينج اورجانيزمز فيه ميني سيستم ويتكون من وان سيل بس؟ لا طبعا، ميني ماني سيل. سيلز. يلا اللي بعده اخوه مازن. The course focus and stage of microscope are used to make the image of the هي هيكون fine focus. السؤال ده كان جاي لي في الامتحان، بس تشوز بقى، كان جايب لي course focus and ايه. تمام، حلو قوي بليز شباب. ممكن اقول نمبر 3؟ ثواني، محدش يفتح المايكات من غير استئذان تاني، تمام؟ اخر تحذير، واللي هلاقيه فتح المايك لوحده هطلعه بره خالص. بس صفحة كام؟ صفحة كام؟ صفحة صفحة ايه؟ والله ما عارف. صفحة 6 في كتاب الامتحانات. طيب اوكي، بصوا يا شباب، بصوا، محدش يفتح المايكات تاني يا شباب من غير استئذان عشان ما اقعدش اتريق. ماشي، يلا بصوا يا شباب، ركزوا معايا دلوقتي. انا عندي بكرة هنا وبكرة هنا، حلو، بتاع كده بتلف، بلفها تمام، بقعد الف فيها. اسمهم فوكس، حاجة فوكس، كورس فوكس وفاين فوكس. دول بيعملوا ايه؟ عارفين الكاميرا بتاعت الموبايل لما بتكون مبكسلة وانت بتدوس على وش الشخص اللي قدامك مثلا عشان يوضح، صح؟ او بتعمل زوم عليه، دول اللي بيوضحوا لك الصورة، الكورس فوكس والفاين فوكس. يبقى تاني، يبقى انا عندي نوعين ان انا اعمل فوكس. حتى بيقول لك ايه، ايه ده الصورة، انت عامل فوكس عليا، انت مركز عليا، صح؟ شفتوا الكلمة دي قبل كده او اتقالت لكم وانتوا بتصوروا بعض؟ كورس فوكس او فاين فوكس، تمام. كورس فوكس والفاين فوكس دول مكانين في الميكروسكوب بيخليك تقدر تشوف الحاجه ايه كويس، تمام. انت بتظبطها على حسب عينك. يبقى يا شباب برافو يا مازن، برافو. يبقى الكورس فوكس ومين يوز تو ميك ذا ايمج، اخلي الصوره بتاعت السامبل بتاعت العينه كلير في الميكروسكوب، ها؟ ايه اللي هيخلي كده، ايه اللي هيخليني اقدر اشوف الصوره كويس؟ الكورس فوكس والفاين فوكس، تمام. في الاخر يا اياد، في الاخر، تمام. طيب برافو يا مازن، برافو. طيب يلا يا لوجين يسري، ها لوجين يسري، ها. مع حضرتك. Growth of living organisms by the cell increasing the size of the cells that make up their bodies. مش ال size، لا هيبقى ال number. برافو. الجروث بتاع الليفنج اورجانيزمز بيحصل لما يزيد increase السايز بتاع السيل، لا مش الحجم، دي تبقى ايه، النمبر. جدع الجاي، يلا يا ادم احمد يحيى، ها اطلع سنة، حاضر. ادم احمد يحيى، يلا what happens if، ما حبيت صوتك بعيد قوي يا يحيى. ايه ده You احمد، examine a sample of some animal cell using the high power objective lens of microscope. لو جيت، سامعني يا ميس؟ كده تمام. لو جيت what happens if، ايه اللي يحصل لو you examine a sample of some animal cells، لو جيت اختبر وبص على animal cells بالمايكروسكوب واستخدم high power objective lens، اخلي الباور عالي يعني اخليها قريبة مني قوي، هشوفها ايه؟ قولي بقى. أشوف السيل بوضوح. حلو، يعني اكتبها ايه بقى بالانجلش؟ السيل The animal cell يعني ايه تظهر؟ تظهر يعني ها appear، صح، أبيش appear in، صح. ها bigger size، حجم اكبر، صح كده، واضحة يعني ايه،
يعني ايه واضحة؟ ها؟ واضحة يعني كليف كلير. ايوه كده كليف. ماشي يا ادم. طيب يلا يا حبيب اخت فرح، موجودة؟ حبيبة وفرح، خلي فرح الأول. يلا فرح، يلا يا فرح. ماشي ماشي تمام. This device is called ميكروسكوب. مايكروسكوب. برافو، يلا يا حبيبة. يبقى الديفايس ده مايكروسكوب. يلا يا حبيبة وحضرتك يا مس، يلا. أنا ولا حبيبة لا تانية؟ هي اخت فرح. يلا مش بيرث نمبر بارت نقط نمبر ار كام؟ يوز تو ايوه فور ديفرس. different degrees of magnified image of examined sample. مين هيغير لي ال تكبير الصورة بتاعت العينة اللي قصادي؟ ها تو جدعة جدعة، الجزء ده اللي فيه عدسات انا هو ده اللي بيغير لي التكبير، ممكن عدسة تكبر ممكن عدسة تصغر، فالجزء 2 ده اللي فيه العدسات. برافو، هو اللي بيخليني اقدر ايه اغير، لكن ده اللي بشوف بيه، وده هنا الكليبسات، وده الثري ده الستيج. ماشي ميزو حضرتك بتسجلي؟ اه. يلا يا قلنا حبيبة وفرح. ماشي تاندي مصطفى. ميس معلش تقدر ممكن ترفعي ثانية؟ حاضر تاندي مصطفى. أنا ميس؟ اه أيوة يلا. مع حضرتك هنا. نمبر سي صح كده؟ اه بارت نمبر is used to fix the slide on بارت نمبر. قلت لك أربعة، رقم 3 ده الستيج، الستيج اللي بيتحط ايوه عليه الحاجة، ورقم 4 دي الكليبسات، يبقى بارت نمبر هتبقى مين؟ اول واحدة فور ماشي وبعديها ثري. برافو، بارت نمبر 4 الكليبسات دي اللي هي الكليبس بتثبت السلايد على على الستيج اللي هو نمبر 3. يعني انا قلت لكم وانا في المعمل نسيت اعدل الكليبس، فكل شويه انا السلايد عمال يجري مني يمين شمال، مش عارفه في ايه، هتريني مش حاطه الايه الكليبس كويس. تمام خلاص. طيب نمبر 4 برافو يا سنتي. طيب بس انا رقم ما حلتش، ايه؟ انا حبيبه احمد ما حلتش. لسه مش دورك، ويت سأندي مصطفى. خلاص روضة محمد، ريفال، ريفال موجودة؟ انا موجوده. يلا يا ريفال. ها We must look through part number to see the examined symbol. هتبقى 1. one، we must look، بنبص في number one عشان نشوف السامبل. جدع، برافو يا ريفال. تمام ماشي. طيب نخش على ليسون 3 يا شباب. يلا يا راما، أيوة يلا يا راما، النيوكليس يا راما. كتاب الامتحانات يا لوجي كامل. يلا يا راما، النيوكليس اختار لها ايه؟ ثواني بس بقرا. ماشي تبقى بي ممكن أجاوب. تبقى بي. برافو، النيوكليوس located at the center of the cell، يبقى برافو ماشي موجودة في السنتر. طيب يلا يا بتول أيمن نمبر 2. مش ممكن اجاوب. أنا قلت محدش يفتح المايك. بتول أيمن مع حضرتك يا ميس، يلا نمبر 2. نيكلوس نمبر 2 هتبقى سي. تبقى انا مش سي، ولا هتقري السؤال الاول عشان خاطر لو انت غلطتي؟ ها Instant liquid watch is found in الكلمة. kit. هو ده السيل ميمبرين. احنا في سلم المبرين، انا اتربطت بين سلم طب فوق نيكلوس وسلم المبرين. فوقي فوقي بس فوقي فوق عشان تمشي النيوكلاس اصلا. سلم ها ثواني سلم المبرين.
ثواني بقرا الأسئلة كلها اللي اختاروا. ماشي. مين تبقى دي؟ تبقى دي، ايوه كده شفت اللي مفهوله لنفسينا، يبقى حلو قوي. السيل ممبرين بتسراوند، بتحوط الانيمال سيل من بره، جدع. ماشي تبقى دي. محمد عيد نمبر 3. مش ممكن تكون از حصل. ايه شيك ليك قولي يا نمبر حبيبي، 3 اصبري يا هتبقى حبيبي، اصبري، نمبر 3 محدش هتبقى سي يتكلم. نمبر نمبر 3. 3 هتبقى سي. طب ركز يا محمد عيد، عشان كده انت عايز شبشب الطائر بتاع ماما، عارفه؟ عارف شبشب الطائر ده؟ عارفه؟ يلا ركز. حاضر. لا نمبر ايه؟ ما هو مفيش غير نمبر ايه؟ اقرا لي معنى السؤال. يلا. surround the planet to see from outside. ماشي. surround يعني أمي تسألش يعني سيل وولد ناخد معاها اللي هي بلانت سيل بلانت سيل سيل وولد ناخد معاها بلانت سيل from outside. محمد عيد بطل تبقى تهبط، ماشي؟ فاهم حاجة؟ يعني ايه تبقى نركز في الحصص يا محمد عيد، عشان شكلنا هيبدأ ننكد على بعض، ماشي؟ عشان احنا بناخدها بالفهلاوة من سنة رابعة، ماشي؟ طيب السيل وول يا شباب بتعمل ايه؟ بتحوط البلانت سيل من بره، from outside، عشان كده ما كانش ينفع اختار للسيل ممبرين ايه، فكده 3 تبقى ايه. برافو محمد عيد اللي واخدها بالفهلوة، ماشي. يلا نمبر بي، لتر بي، قلنا خلاص. رما ايمن جاوبت صح كده، ماشي. طيب ندى عادل موجودة؟ مهند عثمان، محمد يوسف، ها موجود موجود. ايه ده، مهند، هنا مهند موجود. بس ممكن ثواني يجاوب. انا ثواني، ثانية واحدة ثانية واحدة. يلا يا مهند، ها كيف reason for the following bacteria are يوني incellular سيلولر. organism because one cell old يعني ايه بقى؟ قولي معنى السؤال. عشان هي خلايا واحدة. برافو. البكتيريا البكتيريا يوني دي تبقى سيلولر. كام ليها كام خلايا مين ايوه ولا قول يقول برافو، هي يوني سيلولر، فهقول because، because one cell. لا because it consists of، لازم اوضح because it consists of، تحتوي على one cell only. يبقى تاني يا شباب، يبقى بيقول لي ليه قلت على البكتيريا يوني سيلولر، ليه بقول على البكتيريا، ليه بقول على البكتيريا حاجة يعني من الكائنات وحيدة الخلية، ليه بقول عليها وحيدة الخلية؟ عشان فيها خلية واحدة. because it دكتور هاني consists عادي لو of، قلت it has one cell only because it has one cell only، ماشي، او بدل consists of it ينفع has، اقول ها because bacteria have one cell only bacteria has بقى has. او have، ماشي مش مشكلة ايا كان. طيب اوكي نمبر 1، كلهم واحد والله، خلاص. طيب نمبر 1 يا قلنا ايه، محمد يوسف. Tissue are composed of different types of organs. صح ولا غلط؟ True. ترو. بس يعني ممكن مش عايزة كلام، مش حدش يفتح، اللي عنده سؤال يسوي للآخر، محدش يفتح المايكات. أنا كلمة التشو، التشو composed of different types of organ. التشو معمولة من organ؟ لا الأورجن هي اللي معمولة الأورجن هي اللي اقرا بالترتيب. مش. ايوه كده، يبقى body is a group of system، system is a group of organ، organ is a group of tissue، tissue is a group of cells. تاني يبقى احنا يا شباب عشان ما ناخد ما ننساش، body is a group of system، system is a group of organs، organs is a group of tissue، tissue is a group of ايه، ها سيل سيل طبعا احنا حفظنا دي من سيل اول حصة، تمام. يبقى التيشو is composed of different types of، ها بدل organs المفروض اكتب ايه يا محمد يوسف، ها تيشو يلو مفروض بدل تكتب
بدل المفروض تبقى organ are composed of different types اه of ماشي. tissue. بس انا لو هشيل كلمة تيشو اقول ايه؟ لو ايه؟ لو شلت كلمة اورجن. تبقى cell. ايوه كده جدع. طيب شكرا. ماشي يا محمد انا يوسف. يا مستر ملك محمد. انا مش قلت بص هو يا محدش يفتح مستر المايك؟ مش قلت محدش يفتح المايك؟ نعم يلا يا ملك نمبر نعم 2. ها The cell is made up of glucose. صح. سليلوز مش جلوكوز. السيل وول غلط. معمول. لا صح، انت صح، انت صح نطقتيها، صح انت يا مس. نطقتيها غلط. بقول لك بس ما اسمهوش جلوكوز، اسمه سليلوز. السيل وول معمول من حاجه اسمها سليلوز. صح يلا يا ملك. طيب يلا يا ملك خالد. ايه ها السؤال؟ حضرتك ملك خالد موجوده؟ ايوه يلا يا ملك. microscopes help scientists to observe large size cells such as cell of bacteria false فولس. ليه فولس؟ ليه؟ لان هما ما يكتشفوش السيل بتاعت البكتيريا اساسا. لا لا لا، ده هي هم اكتشفوا عن طريق الميكروسكوب السيلز بتاعت البكتيريا، لكن ايوه هل هي لارج سيل؟ لا هي انتي سمول سيل لان هي شفتي بتتكون من وان سيل اونلي. اي هي اصلا ما طب ماشي. لا 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 سيبك من كده. طب ما انا عندي البيضه وان سيل اونلي، لكن متكونه، لكن ولارج سايز، لكن البكتيريا سمول سايز. شفتوا المشكله فين؟ ايوه كلمه لارج. بس ممكن اقول حاجه مهمه. دي في الاخر تمام عادي. ماشي. في ايه ملك؟ لا مش خلاص هي تمام. معايا. ايوه طيب ممكن بس حاجه معلش. لا محدش يتكلم بعد اذنكم خلاص بقى، عشان الكلام الجامد ده بيضيع الحصه بعد اذنكم. طيب what happens if، ايه اللي يحصل لو يا محمود سروق؟ معك يا ميس. يلا يا محمود. There is no mitochondria inside the cell. The body can't make also the body can't make اسمه ايه glucose sugar. لا احنا كده كده بناخد الجلوكوز من بره. واحدة واحدة. الميتوكوندريا دي كانت بتعمل ايه يا محمود؟ كانت بتعمل slow respiration. حلو. كان السيلولار ريسبيريشن ده بيعمل ايه؟ بيحول الأكسجين into food. ايه؟ لا 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 لا. بصي يا حبيبي، كنا احنا بنعمل ايه؟ انا لما باكل بحرق الاكل، صح؟ صح؟ تمام، حلو قوي. فانا كلت التفاحة مثلا، حلو كده، التفاحة دي فيها شوجر، جميل؟ عارف لما بيقول لك حد تخين ده جسمه ما بيحرقش الاكل؟ صح؟ طيب، حلو قوي، ركزوا معايا يا شباب، بسم الله عليك. ماشي؟ الشوجر ده بيعمل ايه يا شباب؟ يروح داخل، ركزوا معايا، قفل بس المايك عندك عشان في حد الصوت صدى صوت. ماشي، الشوجر ده يروح داخل الميتوكوندريا. الشوجر ده يعمل ايه؟ يخش الميتوكوندريا، جميل. طيب دخلتي لي يا دكتور، طيب دخلتي لي يا دكتور الميتوكوندريا ليه؟ علشان اكسره الشوجر ده، اكسره خالص واحول الشوجر ده لايه؟ انرجي. حوله لايه؟ انرجي. طب لما حوله الانرجي ايه اللي هيحصل؟ السيل تفضل شغال، تمام؟ خلاص واضحه. يبقى انا الميتوكوندريا بتدخل الشوجر جواها، تحول الشوجر لانرجي عشان الجسم يكون شغال. عشان كده اللي دايخ او تعبان بيروح من ايه؟ بس طبعا على حسب كل واحد، ممكن يكون واحد عنده سكر فما ينفعش يزود له السكر، تمام؟ بس برضو لما يكون حد في الطوارئ، حد انت شفته دايخ حتى تقريبا، يعني حتى لو عنده سكر انت تديله حاجة مسكرة بسيطة، بحيث ان هو ايه، حتى لو السكر واطي نعلي السكر ايه بسرعة عشان جسمه يكون فيه
energy. تمام. طيب خلاص، يبقى الشجر بيتحول لإيه؟ لإنرجي. يبقى أنا أجاوب لإيه؟ أجاوب أقول إيه بقى لو مفيش ميتوكوندريا؟ هنجاوب اقول ذا بودي كانت السيل كونفيرت بقى، هقول ذا سيل كان نوت ذا كان دوت كونفيرت ذا شوجر انتو انرجي سو ذا بودي ويل داي. ماشي. يبقى ذا سيل cannot convert، السيل مش هتقدر تحول السكر into energy. بس الميتوكوندريا المفروض اللي مش هيحول، مش ما السيل. السيل ماشي، السيل او الميتوكوندريا. ما هو اللي بيقولك لو مفيش ميتوكوندريا يبقى ازاي هقول الميتوكوندريا؟ لو ميتوكوندريا مش موجودة يبقى السيل مش هتقدر تعمل. شفتوا بقى؟ يبقى the cell cannot convert sugar into energy. تمام. وممكن اقف على كده عادي، هقول so the cell will قلت إجابة die. تانية ينفع أقولها؟ ايه أنا قلت إجابة تانية ينفع أقولها؟ ايه هي؟ أنا قلت the human's body can not get the energy from food. برافو، صح مش غلط، برافو. أنا كتبت إجابة تانية ايه هي؟ the human the human can't make energy to make it, يعني إيه to make exercise مثلا ماشي to صح، move. كل دول صح. المهم ايه اللي جابها؟ سيرة الانرجي صح، اللي جابها بتاعت السيلز ايه صح. طيب يلا يا لوجي حسام، موجودة لوجي حسام؟ يلا يا لوجي، موجود نمبر، تعالوا بقى. انا يلا قولي بقى معايا، بيقول نمبر لك قولي تحت كل واحدة من الو دول ايه؟ ايه؟ نمبر 1 organ نمبر 1 اورجان، جدع خلاص كفايه. يلا يا ليلى فادي، موجودة نمبر 2 تيشوز تيشو، برافو صغرتك مش هتعرفيها والله، جدع تيشو، جميل. طيب يلا يا جودي احمد، ها سيستم سيستم المفروض ماشي. اللانج المفروض هي التانية السيستم تكون مش سيستم المفروض بقى. هو اللانجز هي صح، ما هو المفروض السيستم لانج هي السيستم اصلا. المفروض انا اللانج هي السيستم اللانج هي ايوه السيستم انا توت، سوري سوري صح، يبقى اللانج هي السيستم لانه اصلا كذا اورجن مع بعض، لان انا معايا هنا اوكي تركية ودي، لكن دي الاورجن. سوري سوري انا خلاص، دي ثانية واحدة ثانية يا جودي احمد اصبري، وده يبقى سهل. يلا يا جودي احمد، ها بيقول لك use the number in the figure. هو في هنا numbers عندكم في الكتاب وانا مش شايفاها ولا ايه؟ اي مس لا يا بتبص مستر، على النمبرز اللي هي 1 و 2 اللي و 3 هي اللي هي بتاعت بتبقى اللي هي جنب اللي هي اللي هي الاورجنز بتتشال. organs والتيشو والسيستم. هو بيقول لك هي from يعني from 4 اوكي اوكي تمام تمام ماشي لرقمها. ماشي خلاص هي صح. نفس الاغنيه بالظبط اللي احنا كنا بنغنيها اللي هي body is a group of system system is a group of organ ايوه organ is a اوكي group of tissue اوكي tissue اوكي is a group of cell. خلاص. بس سوري سوري انا اسفه، انا اللي اتلخبطت معلش. طيب يبقى هنا في نمبر 3 متكونة من جزئين، تمام؟ هنا عملنا 1 ده سيستم، 2 تيشو، 3 اورجان، 4 سيلز، تمام؟ طيب حلو قوي. نمبر 4 ركز بقى بالله عليك، ربنا يا رب يا رب تطلع احسن دكتور واحسن مهندس واحسن 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 عريس وعروسة بصوا يا رب تروحوا تحجوا يا رب، يعني اشحت اشحت عليكم دلوقتي ماشي. ركزوا معايا، نمبر 4 اللي هي السيل فورم بتكون، بالله عليكم بالله عليكم بتكون ايه؟ ها يلا يا جودي احمد، معلش عشان انا بوصلت لك السؤال بتاعي. جودي احمد، ها تو لا تشوف تكون تيشو، جدع. وين جودي احمد؟ طيب جودي عمرو موجوده؟ ايوه يلا يا جودي، نمبر 2 فورم ايه؟ اورجان فورم اورجان، برافو. التيشو هتكون اورجان. انا بقى هجاوب سؤال صعب جدا جدا، الاورجان فورم ايه؟ سيستم بس كده اوكي. سيستم طيب حلو قوي، جميل سيستمز. طيب يلا نحل ليسون 4.
4 و5 في كتاب الامتحانات. يلا بينا يا شباب، بسم الله. اوكي، مالك محمد عادل؟ تمام يا باشا. يلا يا مالك. تمام تمام الأول نمبر 1. تمام. The rigid rigid external material that surround the cell membrane in plant cell is ثاني. هو بيقول material made up of حاجة معمول بحاجة هتبقى قوية. ما أقول ثانية لا صح يا أي، اللي هي سيل ألوزي هي سيليلوز. جدع، سيليلوز. سيلولوز. يبقى الحاجة الريجيد، حاجة القوية اللي سراوند السيل ميمبرين، بتحوط السيل ميمبرين بتاعت البلانت سيل، معمولة من سيليلوز. جدع يا مالك، ماشي. تمام. طب السيل وول هي اللي معمولة من السيلولوز. أيوة، سيل وول ما أنا قلت إيه؟ انت بتقولي اللي بيحاول سيل، انت قلت اللي بيحاول سيل ميمبرين. لا سوري سوري، انا تلاقيت لخبطت في لساني، سوري. يبقى السيل وول معموله من سليلوز، تمام. طيب يلا يا يوسف احمد مطر، موجود؟ ايوه مس يلا يا يوسف. كده. ده animal cell doesn't have a different shape. انت اوكي بتعرف ايه؟ ثانية. صح، معلش معلش. A cell can transport some materials to another cell with the help of glocular buds. ها، with the help of number one. Golgi apparatus. برافو. السيل كان ترانسبورت سم ماتيريال تو انذر سيل مين؟ الجولجي ابريتس. فاكرين ان هي كانت بتنقل من واحده لواحده تانية، البت جان لما كانت بتاخد بتعمل باكجينج، بتكيس الحاجه وبتطلعها، صح؟ فتبقى ايه؟ الجولجي ابريتس. بص يا تمام. مس، صوتي يعني تعبان شوية عشان أنا عندي برد، يعني ايه يا حبيبي؟ صوتي كده يعني تعبان شوية عشان أنا عندي برد لا لا، وفيفر براحتك وجع. خالص، ألف سلامة. أنا بقى جاوب السؤال صعب جدا. We can see the structure of bacterial cell by using إيه؟ قولولي. مايكروسكوب مايكروسكوب. مايكروسكوب مايكروسكوب، برافو. يبقى we can see the structure of bacterial cell، بعرف أشوف التركيب بتاع bacterial cell باستخدام إيه؟ المايكروسكوب. طبعا ده مش حاجة حد هيحلها، هي سهلة. وكمان آخر سؤال. طيب يلا يا همسة محمد، يلا يا همس. ما حضرتك يا يوسف. ها، اللي هو سؤال جديد. The animal have a definite shape because it doesn't have a cell wall. برافو. give reason، قول لي ليه الانيمال سيل ما عندهاش definite shape، مش شكل كده معين كده ثابت. مين اللي كان بيدي ال definite shape؟ السيل وول. يبقى ليه البلانت سيل ما عندهاش definite shape؟ because ما عندهاش شنطة؟ it لا يا doesn't جماعة، عشان بكرة have. في المايك يا همسة. سيل وول. برافو. لسه انا كتبت اجابه تانية. ايه هي يا حبيبي؟ Because haven't cell animal have cell wall. Because هي haven't الدا because ايه animal haven't يعني cell ايه wall. doesn't haven't؟ يعني ايه؟ لا انا بقول because animal haven't cell wall. ماشي يعني. لا ما يعني بتتكلمي على الانيمال نفسه، ما بتكلم، المفروض بتكلم على السيل، ماشي. او it doesn't have cell wall، وريح animal cell. دماغك. عادي، المهم اني كتبت سيل وول. طيب يلا يا اياد عصام، موجود؟ ممكن اجاوب يا ميس؟ اياد عصام موجود ولا لا؟ ها. طيب علي ايمن. علي أيمن، ايوه يا ميس، الله ايوه يا يعني. ميس. ها، animal cell has one big فاكيو. scissors. فاكيو ايه يا ميس؟ فاكيو، الانيمال سيل عنده one big vacuole called the vacuum. ثانية افتكر. الانيمال سيل عنده فاكيوليا
كبيرة اسمها ساب فاكيول. صحح لي كلمة اني ما انت ايوه بتقول ايه. ايوه ايوه ايه اذا كان انيمال. بيقول لك صححها لي اصوت يا ناس والم معايا الناس. انيمال انيمال هكون بلانت. بلاند فوق لنفسك يا حبيبي فوق. انا لخبطت يا ميس، اتلخبطت. اوكي ماشي كده، يبقى البلاند سيل has one big vacuole called sub vacuole. طيب يلا يا ممكن اكون احمد غبي. ايهاب. احمد ما هي ايهاب يلا يا احمد نمبر 2 زهرة؟ قول. مريم ما تفتحيش المايك تاني. يلا ميتو كوندريا، ميتوكوندريا. مش عارف كوندريا، بروديف هو انت بتاكل جاكسون. يا احمد؟ لا هاي ايوه عايز عايز ميتوكوندريا provides a cell with the needed food. لا ما تديها ايه ميتوكوندريا؟ انا انرجي energy. جدع تديها energy، شوكولاتة. يبقى الميتوكوندريا بتدي له ايه؟ energy. ماشي طيب يلا يا ادم سامح موجود؟ ممكن اجاوب، ايه ممكن اجاوب. مريم مصطفى صح؟ لا اسمك مريم ايه؟ انا مصطفى. ثانية واحدة ثانية واحدة، اقفلي يا مريم مصطفى ثانية. مريم التانية دي مين؟ مريم ايه؟ انا اسفه ميس. في حاجة غلط. طيب يلا ايه قلنا ادم سامح موجود مش موجود؟ طيب يلا يا منى محمد. منى ما حضرتك يا مس، يلا حبيبي نمبر 3 in microscope have different focusing power from different degree of magnified image. انا هقولها دي. انا هقول مين، بصوا يا شباب، مين اللي عنده different power اللي موجود في الميكروسكوب اللي عامل كده ماشي، وده لينس وده لينس وده لينس علشان خاطر اقدر اشوف يعني. بصوا كده عشان تشوفوها اوضح. بصوا كلنا نجاوب يا ميس. ثانية واحدة، انا قلت ينفع اقفلوا تسأل مين المايكات. اللي طب اقفلوا المايكات، نجيب اقفلوا منهم؟ المايكات، انا بتكلم، اقفلوا المايكات صح، اقفلوا المايكات. طيب الجزء ده عبارة عن كذا عدسة تمام، اسمهم الاوبجكتيف لانس تمام. الاوبجكتيف لانس بيبقى ليهم كذا باور، كذا كذا قوة تكبير تمام. دول اللي بيخلوني اقدر ان انا اشوف الايه العينة كويس تمام. ف اللي عنده different focusing power، اللي عنده درجات مختلفة من الباورز اسمه ايه؟ Objective Lens. يلا يا منى معلش جاوبي الوات هابن. Chloroplast can absorb the energy of sunlight. It اه can make synthesis process. برافو. ايه اللي يحصل لو الكلوروبلاست ما امتصتش ضوء الشمس؟ ها هقول له ايه؟ ايت؟ ها cannot Can make، ايوه synthesis process. cannot make photosynthesis process، يبقى مش حضرتك هتقدر تعمل photosynthesis process. بس انا كتبت زي بلانت اللي هو يتحول لونه من الاخضر للبني لا الاصفر. هي خليها البيل. لا هي cannot make photosynthesis process صح، بس جيبي الافضل الاكبر تمام. طيب يلا بس انا حاسس اني كتبت مسح على بلانت صوتي يا معلش تعبان. بلانت ميد. انا مش عارفه، انا ما حدش يفتح الميكروفون بعد اذنكم مع بعض كده تاني ماشي. طيب نمبر 3 يا محمد تامر يلا حاضر يا ميس، كنت قول لسه لي افتح حاجه المايك واقول كده. للبلانت سيل. ها شكرا. بصي انا كنت البلانت سيل بتكلم الاكس سيل شويه ولا الام سيل بس؟ ايه اول حاجه انا بلانت كنت سيل والام سيل ولا بلانت سيل بس؟ اختار لي حاجة للبلانت سيل بس.
تمام. كوروفيل، كوروبلاست. كلوروبلاست. حلو، يبقى الكلوروبلاست للبلانت سيل. ماشي يا محمد. طب لو سمحت ليه يا ميس ممكن تسديد؟ تتلبس فوق شوية؟ حاضر. دكتور ممكن شكرا. اجاوب؟ بس بقى، بس بقى، ها قلنا تمام. تسبيح. تسبيح، قولي لي حاجة للانيمال ايوه بس. حاجة للانيمال بس. اه ميني سمول فاكيوم. ميني سمول فاكيول، جدعة. ميني سمول فاكيولز، ماشي. طيب يا حبيبة أحمد، قولي لي حاجة أنيمال بس. سوري، حاجة بلانت بس. بلانت. اه one big van, one big sub vacuum. one big sub vacuum، ماشي تمام. طيب هنا هاني، قولي لي مهندسك ايه؟ حاجة بلانت بس. بلانت السلول. السلول، بس انا برافو. مش فاهمة الديو فريزون اللي كان فوق. طب في الآخر، حاضر تمام. طيب قلنا ايه؟ ثانية، انهي جبريزون ده؟ جه اللي فوق. فريزون. ايوه الانيمال سيل ما عندوش ديفينيت شيب. ليه شكل السيل بتاعت الانيمال سيل ما لهاش شكل كده اللي هو معين زي بتاع البلانت سيل؟ عشان ما عندهاش سيلول بس. تمام. طيب كده احنا قلنا الحاجات اللي في البلانت بس والانيمال بس يا شباب. الباقي كله موجود في الاتنين، اللي هو ايه؟ النيوكليوس والميتوكوندريا والجولجي. بس نمبر 2 هتبقى ايه في ال correct underline؟ والسيتوبلازم انرجي والسيل ميمبرين والاندوبلازميك ريتيكولوم. تمام. هو ايه اللي تحت ده؟ ده كل الحاجات التانية دول بقى اللي هو اللي هو انا هعلمهم بالازرق. ده وده 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 دول اللي موجودين في البلانت سيل والانيمال سيل، بس ماشي. حتى حضرتك يا ميس انا مش مش مشكلة. غير شايفاه. اللي فوق، انت معاكي كلوروبلاست وساب فاكيول وسيل وول، دول بتوع البلانت. تمام. الانيمال اوكي في ميني سمول فاكيول، باقي الحاجات كلها في السيميلاريتيز تحت. تمام. طيب في الاخر هرجع لك ماشي. تاني بس عشان ننجز وقت، ماشي. طيب يلا يا لوجي كامل. لسه انا محلتش على فكره يا مس جيف ريزون. اوقات هابن غير مره واحده. حبيبي احمد، اقفل المايك، بس المدرسه يا مس احنا متاخرنا. اقفلوا المايكات. يلا يا لوجي كامل. ها، 3D microscope can show us. بيقدر يوريني ايه يا لوجي؟ ايه؟ دي، برافو. ال 3D microscope كان مايكروسكوب بيوريني الخلية باتجاهات. دي بيقولي دي صح؟ دي، جدع. التوب والسايدز واللاير بيوريهاني من فوق، يوريهاني من تحت، يوريهاني من الجناب. برافو يا لوجي. طيب يلا يا رودينا سيد. رودينا سيد موجودة؟ طب مهند محمد أحمد، قربنا نخلص يا شباب، ما تخافوش. ها، مهند محمد أحمد، زهراء، زهراء، معاكي يا دكتور. يلا يا زهراء، نمبر تو. ها، نمبر 2 تاني. organelle which helps the plant cell. الكلوروبلاست. ايه؟ برافو. الكلوروبلاست. الاورجانيل اللي بيساعد البلانت سيل ان هو ياخد الانرجي من الصن لايت. مين؟ ويعمل فوتوسينثيسيس. الكلوروبلاست. كلوروبلاست، جدع يا زهراء. ماشي. سلمى هاني موجوده؟ سلمى هاني، ها،
سلمى هاني. طيب محمد، محمد عيد جاوب. خلاص مش شيرين. جاوبت مرة واحدة. ما اسكت بقى. شيرين انت ما جاوبتش خالص. يلا يا شيرين. ها اونيون سيل. Some human cells in the branches of in the trunk of onion cells. Cell one. الاونيون سيل مختلفة، differ from animal cell in the presence. ايه برافو، الاونيون سيل عشان ده بلانت عنده سيل وول، لكن الهيومن لا. جدع ماشي يا شيرين. طيب رودين احمد جمال، أنا مس يلا يا رودين. give reason for the following some cell biologists work in the agriculture يعني agriculture agriculture يعني زراعة. مين السيل بيولوجيستس دول يا رودين؟ ماشي يا سيدي. الايه؟ cell scientist السيل ساينتست. جدع، اللي بيدرسوا السيلز. حلو قوي. يبقى ليه ممكن يشتغلوا في الاجريكالتشر؟ ليه؟ عشان to find a medicine for لمرض السرطان. لا لا، في الاجريكالتشر يعني الزراعة. يا ترى بتوع السيلز هيروحوا للزراعة ليه؟ أصغر إجابة أقولها to study plant cell، صح؟ to study لانس plant cell، تمام؟ أقول بقى الإجابة اللي في الكتاب، تمام؟ أقول إيه؟ to لسه مش study. فاهم السؤال ده. بيقول لي ليه السيل بيولوجيستس العلماء بتوع السيلز بيشتغلوا في الزراعة؟ علشان كانوا بيدرسوا. اقدر اقول to study plant cells واسكت. اجابه صغنونه بس مش ايه، مش نموذجيه. بس اللي الاحسن بقى اللي موجوده عندنا في المنهج هنقول to study. ثانيه اختار لكم لون تاني. to study كانوا بيدرسوا ايه؟ how is they plant cell. وري بقى how plant cells respond to different environmental factor. respond to او environmental factor. ميس، طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ الفرق بين دي ومن دي ان دي من الاخر ان انا واحده مثلا مش قادره اذاكر الاجابه دي كويس، فاقول العلماء اللي هيشتغلوا في الزراعه والله عشان يدرسوا البلانت سيلز وسكت. اجابه صح بس مش النموذجيه قوي، تمام؟ بس النموذجيه بقى اللي في المنهج اللي احنا هم مش عايزينها تبقى مؤكدة. ان هم هيعملوا ايه، ان هم هيستدي ازاي البلانت سيل بيستقبل الانفيرومنتال فاكتور، يعني لو الحراره عليت ايه اللي يحصل للسيل، لو الحراره قلت ايه اللي يحصل للسيل كده. اوكي جدعان يا روداين. طب ميس، وبرضه تمام يا ممكن مي، ان هم يشوفوا البكتيريا برضه، لان يعني البكتيريا مالناش دعوه. ما هو احنا بقى بنشوف ممكن في الانفايرمنت يبقى في بكتيريا، فانا ما عملت كل حاجه في الجمله دي. خلاص تمام يا رودا. طيب يلا يا نور ماهر، قربنا والله يا شباب. ها اقل من 10 دقايق. يلا this environment ايه؟ نور فاكتور. نور ماهر يلا يا نور. And the يلا part of the cell which stand for مسلين بلو داي. كان عندي صبغة. يعني ايه صبغة؟ فاكرة؟ اللي هي pigment. بيجمنت اللي هي ايه؟ ستين. اسمها ستين. ستين يعني صبغة. طيب كان صبغة عندي او ضاي عندي اسمها ميثيلين بلو. لما كنت بلون بيها السيل كان انهي جزء اللي بيتلون لي بلو يا نور؟ من عند النيوكليوس. جدعة جدعة جدعة، النيوكليوس. برافو عليكي. النيوكليوس يا شباب هي اللي كانت بتتلوني بالبلو. برافو عليكي يا نور. ماشي طيب يلا يا روفانس. روفانس السؤال ده متكرر، يا رب تجاوبيه صح. ها okay. lenses which are found in microscopes and have different magnification power. اللي هو بتهيألي ده مش على الاسم ده صح؟ من مش على اللسان ده عادي، انت مالك؟ اوكي
بس ملوش علاقة. بجد objective lenses. جدعة. اللانسز اللي كانت موجودة في الميكروسكوب وعندها different magnification power. برافو عليكي. عشان بتغيرها في high focus ولا اسمها ايه تاني؟ لا الاوبتيك ده فوكس. لا، الكورس فوكس والبرايم فوكس دول عشان يوضحوا لك اكتر، لكن هنا بقى بيقول لك اللي عندهم درجات تكبير مختلفة، different يعني magnification هو ايه power. الفرق ما بينهم يعني؟ الفرق ما بينهم؟ لا ده عبارة عن بكرة بحركها، انما ده لينس بعملها، لينس بقلبها كده. مش هتفهموها قوي لا لما في تطبع الفانك ميكروسكوب بصراحة. ايه الفانكشن يا مس الفانكشن الفرق في الفانكشن؟ كلهم بيساعدوا بعض. الكورس فوكس بيبقى انت بتعدلي على اللينس نفسها، لكن اللينس دي حاجة تانية يعني، بالشغل هبان بصراحة. طيب يلا يا تسنيم هاني. ها تسنيم، موجودة. يلا يا تسنيم. ها The gelatin liquid which found inside the cell. اه Okay. ها Cytoplasm. Cytoplasm. سايتوبلازم. جدع، مين الجيلاتينيوس ليكويد؟ مين السائل اللي جوه السيل اسمه سايتوبلازم؟ برافو يا تسنيم. يلا يا رودينا بحس عبد انت الرحيم. هتهدهلي والله. ايه بقول رودينا عبد لحضرتك كنت حاسه انت بتنتهي في السؤال. طيب يلا يلا يا رودين. What happens if، ايه اللي يحصل لو we don't stain a sample of cheek cells before examining it under microscope؟ ايه اللي يحصل؟ ايه؟ هذا بيحصل لما مثلا كان عندي تقييم النهارده وطلعت الاولى. يلا يا رودين. يسأل ايه يعني ايه كلمة اكسامين؟ سامبل عينة، لو ما صبغتش، we don't stain، ما صبغناش السيلز اللي خدناها من خدودنا كده. يبقى we can't see it. برافو، مش هنشوف الكومبوننتس اللي جوه. يبقى انا لو ما صبغتش السيلز بقى، اي سيل، before examining it under microscope، لو ما صبغتهاش ايه اللي هيحصل؟ عارفين انا والله سألت السؤال ده لنفسي انا في الكلية، ما بنشوف حاجة. عمالين يقولوا لنا في اول محاضرة اصبغ السيل مش عارفة بايه وبايه وبميسيلين بلو واو ايه وايه. قلت ناسي ايه المرايا الاسود ده، مفيش، ما نصبغهاش احسن. اتاريها مش بتبان فعلا. يبقى we cannot see the components of cell، يبقى we cannot see the components of cell. بس كمان مظبوط. بس النيوكليوس. انا كتبت we can't see the cells. لا وانا احنا كتبت we can't هنشوف see اطراف السل، لكن مش هنشوف اللي جواها. انا ما استفدتش بحاجه جواها. طيب هناخد بس كلامكم في الاخر عشان تتكلموا مع بعض. منا محمد عبد الغفار يسأل انا مش فاهمة what happens if دي حاضر بيقول لي ايه اللي يحصل لو we don't stain a sample of chick، يعني سيبك من chick cells دي، لو احنا ما صبغناش السيلز من قبل before examining it under microscope. اصلا احنا كنا قلنا السيل ان هي colorless، ملهاش لون، تمام، colorless وكلير تمام. من غير صبغة. فلازم عشان اشوف النيوكليوس واشوف فيه ولا مفيش فيه مشاكل ولا لأ، لازم اصبغه. فانا لو ما صبغتهاش خلاص مش هعرف اشوف حاجة، تمام، مش هشوف الحاجات اللي جوه. تمام. اوكي طب هاي يلا يا كلمة منى هي محمد عبد اللي الغفار. بعد كلمة زادي ايه بس يا اخي كنت بتصدق في الوات هابتن ايه سيل ايه سيل؟ سيل. يلا يا منى. Okay, miss. What A is found in animal cell? برضه صح. ايه ده، ايه ايه ده، ايه اصلا يا منى؟ ده لون اخضر كده، هو ملونهولك عشان تعرفيه، لون اخضر، ماتي لون كونجر. اخضر، لون اخضر، لونه اخضر، بيدينا اللون الاخضر. كرول بلاست حلو، كلوروبلاست. الكلوروبلاست بقى found in cell
بلانت ان سيل اونلي، انيمال سيل اونلي. نو غلط ايه رونج. رونج، بدل انيمال تبقى ايه؟ بلاند بلانت. بلاند ايوه كده ماشي يا من. طيب سلمى محمد احمد موجوده؟ ايمان عندي مش سؤال موجوده. كده، عندي ثواني بقى قولي يا سؤال. سلمى. يلا صح يا ميس، المفروض تبقى صح. مش فرمش. ما عرفش واحدة واحدة يخلص. واحدة واحدة. السي بارت سي is stained in blue color by methylene blue. جزء السي، السي ده مين؟ لو النيوكلياس برافو، تتسبق من مسلم برو. برافو عليك، ماشي صح. سفيان، نعم يلا يا سفيان نمبر 3. بارت بي is found in both plant cell and animal cell. صح صح بي ده مين؟ ده سيل ممبرين. جدع، سيل ميمبرين موجود في الانيمال سيل وبلانت سيل. برافو. طيب نمبر 4 يا بتول احمد. استبرق. Part D gives the animal cell its definite shape. صح. بارت دي، دي ده مين؟ السيل وول. السيل وول gives the animal cell its definite shape. صح. animal cell definite shape. plant cell. استبرق. سوري سوري. أنا صباح آسف. الخير بالليل. ايوه كده أنا آسف. ايوه كده. فوق مش بلانت، مش animal cell، ده بلانت cell، تبقى غلط. تمام، شكرا جدا ليكم يا شباب. اللي عنده أي سؤال يقدر يبعتلي على 010-299-1957. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتبعتولي على الواتساب عشان أدخلكم جروبات الماس والساينس والآي سي تي. شكرا جدا، باي باي. بس ممكن